قلت اشوف التجربه. الناس بدات تتكلم عن السحر في افريقيا. المنزل احد نجوم كره القدم الكاميرونيه روجي ميلا، زكريا الوردي او سامسون اكينولا، ولا هم فرجان ساسي ولا اشرف بن شرقي. اهلا بكم من جديد اعزائي المشاهدين مع نجم الكواليس الافريقيه ماهر جنينه. مشرفني ونورنا ماهر. اهلا بحضرتك كابتن سيف. بارك ايه، كله تمام؟ خير، كله خير الحمد لله. رايك ايه في ماتش مصر امبارح؟ يعني اكيد هي تجربه، اكيد المنتخب المصري استفاد منها، يعني فيتوريا كمان استفاد منها، لكن جيبوتي مش الخصم القوي. احنا لو بصينا للماتش فنيا هنلاقي منتخب مصر استحوذ على الكوره 68% مقابل 32% لمنتخب جيبوتي. منتخب جيبوتي راح على مرمى منتخب مصر بكورتين بس وتسديدتين. الماتش يخلص امبارح كام من وجهه نظرك؟ لا هي دي النتيجه العادله، لكن الاستفاده دايما بتكون اما بتواجه خصم قوي. لكن هي كانطلاقه وبدايه لمنتخب مصر في تصفيات كاس العالم انطلاقه جيده جدا، لكن الاحتكاك مع الفرقه الكبرى هو ده اللي انت بتستفاد منه. رايك ايه في فيتوريا؟ اكيد فيتوريا تعامل مع الماتش بلقاء جيد جدا، تحديدا في لقاء جيبوتي. فيتوريا حب يعني لقى الماتش في المضمون، في لعيبه عنده كانت على الدكه حب يجربهم ويشوفهم، نزل علي الجبر، نزل شريف، نزل مصطفى فتحي، خرج اللعيبه الاساسيه عشان يريحهم لماتش سيراليون، فتعامل مع اللقاء بشكل جيد جدا وحقق من اللقاء اللي هو عاوزه، يعني خد من اللقاء اللي هو عاوزه واللي يقدر يستفيد منه من اللقاء. ايه رايك في فيتوريا بعد الماتش في قراره؟ اكيد لا، قرار يعني فيتوريا بعد الماتش كل الناس واقفه مع فيتوريا كجماهير مصريه كلها. اي منتخب او اي فريق في العالم لازم يكون فيه انضباط، والقرار اللي خده فيتوريا قرار انضباطي، ويعني هيكون ليه اثر على منتخب مصر بعد كده على كل اللعيبه. مباراه سيراليون ازاي مع منتخب مصر؟ يعني سيراليون مش الخصم القوي، انت بتواجه خصم برضو مستواه زيه زي مستوى جيبوتي، وشفناهم كمان امام منتخب اثيوبيا في اللقاء اللي انتهى بالتعادل. لكن يقدر فيتوريا يستفيد قبل بطوله الامم الافريقيه من لقاء سيراليون، يجرب اللعيبه اللي هيعتمد عليها في بطوله الامم الافريقيه، خصوصا ان الاحتكاك الاقوى او يعني المنافسه الاكبر لمنتخب مصر في الفتره القادمه هي بطوله الامم الافريقيه القادمه في كوت ديفوار. ايه اسباب نقل مباراه سيراليون لليبيريا؟ هناك كان في وفد من الكاف زار سيراليون وشاف ارض ملعب سيراليون، وبعدين قالوا ان لقوا ان الملعب هناك في سيراليون غير مؤهل. سيراليون اختارت ليبيريا، حتى ما رضوش يلعبوا الماتش سواء في القاهره او حتى كمان يلعبوه في المغرب، وحبوا ان هم يلعبوا الماتش في ليبيريا عشان ليبيريا جنبهم مباشره، وده كان سبب نقل المباراه. شايف ازاي بوركينا، يعني هل بوركينا فاسو هيفضل هو المنافس الرئيسي والاساسي لمنتخبنا الوطني؟ منتخب بوركينا هو المنافس الأقوى لمصر في المجموعة، ولكن منتخب بوركينا عنده مشاكل كبيرة جدا، بداية من المدرب فرنسي فوليد هولبرت، عنده خبرة كبيرة في القارة الأفريقية سواء تدريب فرق أو منتخبات، عنده خبرات كبيرة جدا. اللعيبة حتى أو قائمة المنتخب البوركيني قائمة تقيلة، فيها أسماء بتلعب في أندية كبيرة في أوروبا، تابسوبا في باير ليفركوزن متألق، تراوري في أستون فيلا متألق، ومن أفضل اللعيبة في منتخب بوركينا. ولكن تعثرهم، أنا شايف النهاردة تعثر أن هو يتعادل مع غينيا بيساو في انطلاقة تصفيات وفي مشوار التأهل إلى كأس العالم، دي حاجة في صالح منتخب مصر. شايف إزاي تعادل كاب فيردي مع أنجولا؟ كاب فيردي يعني كاب فيردي على فكره منافس منتخب مصر في بطوله الامم الافريقيه القادمه. الفاصل نكمل حديثنا. نرجع بقى سريعا مع ماهر جنينه. الاهلي على رادار مين افريقيا؟ بص، هو خلينا نتكلم على الزمالك الاول. يعني بالنسبه للمدرب باسيرو مدرب منتخب نيجيريا، اسمه ارتبط بالزمالك في الفترة الأخيرة، واسمه ارتبط ارتباط كبير كمان بعد الإخفاق اللي حصل لباسيرو في اللقاء الأول في التصفيات مع منتخب نيجيريا والتعادل مع لوسوتو 1-1. عاوز أقول لحضرتك إن كان في مفاوضات من الزمالك رسمية مع الراجل ده مدرب النادي الأهلي السابق، وكانت عن طريق اللزوم واتكلموا معاه، وراجل أبدى يعني موافقته إن هو يجي الزمالك في أي وقت، وما عندوش مشكلة إنه يترك منتخب نيجيريا، خصوصا إن عنده مشكلة كبيرة مع نيجيريا. عقده كان يتخطى 70,000 دولار، جه رئيس الاتحاد قال له الرقم ده انا مش هقدر ادفعه لك، اللي كان عامله لك رئيس الاتحاد اللي قبلي، ووزاره الشباب والرياضه انسحبت من ان هي تدفع فلوس للعقد بتاعك، انا هخلي عقدك 30,000 دولار. طب مين تاني غير باسيرو مرشح لقياده الزمالك؟ الزمالك تفاوض مع بيتسو او تم عرض بيتسو على الزمالك،
بيتسو مدرب النادي الاهلي، لكن بيتسو المقابل المادي كبير جدا على الزمالك في الوقت الحالي. كام بقى بيتسو يا كابتن؟ بارقامه بتتخطى 150,000 دولار. يعني بيتسو راجل كان في النادي الاهلي واخد 2 افريقيا، صن داونز واخد افريقيا، ضرب في السعوديه، ضرب في الخليج، فسعره كبير جدا في الوقت الحالي. صعب جدا على الزمالك انه يجيب بيتسو. وبيتسو اقول لحضرتك معلومه، يعني سايب الباب مفتوح. ليه؟ يعني ايه سايب الباب مفتوح؟ بيتسو عارف انه لو جه الزمالك باب الاهلي اتقفل بالنسبه له. بيتسو حلمه في يوم من الايام انه يعود للاهلي مره اخرى، خصوصا ان هو شايف انه عمل انجازات مع النادي الاهلي. ممكن يتحقق؟ ايه؟ ممكن يتحقق ده؟ ممكن، ليه لا؟ ممكن يتحقق. ممكن يتحقق. الزمالك فوضك في 3 لعيبه المنتخب مالي؟ يعني انت كنت وسيط فيهم؟ لا. طب انت توسطت انك كلمت حد؟ لا، ما كلمتش في الموضوع ده خالص. انت فكرت. انا عندي معلومه ان انت عندك واحد صاحبك في منتخب مالي. ايوه. فحد طلب منك ان انت تساله على 3 لعيبه كان الزمالك عايزه. بص يا كابتن، اقول لك حاجه، منتخب مالي من المنتخبات اللي لعبتها قبل بطوله كاس العالم متباعه لاوروبا كلها. طب مين اللي كلمك في الزمالك سالك على اللعيبه دي؟ لا، ما توصلتش مع حد من الزمالك خالص. طيب ال3 لعيبه دول راحوا فين؟ او اللعيبه دي؟ لا، هي لعيبه منتخب مالي متباعه كلها كابتن. اللي هتلاقيه راح برشلونه، اللي هتلاقيه في ايطاليا، اللي هتلاقيه في النمسا، هتلاقي لعيبه في انجلترا. كل منتخب مالي اللي يعني بيمتعنا في بطوله كاس العالم تحت 17 سنه كل اللعيبه دي يا كابتن. انا عندي معلومه ان كان في وكيل لعيبه وبالاسم سمير عبد الوهاب كان بيتفاوض مع 3 لعيبه من دول لنادي الزمالك، والساعه 9 الصبح الساعه 9 بالليل الثلاثه دول راحوا برشلونه، اودونيزي، سالزبورغ. الكلام ده مظبوط يا كابتن؟ اللعيبه مخلصه، اللعيبه بتتالق في بطوله كاس العالم، واللعيبه دول هدفهم مش افريقيا تماما. اللعيبه دول هدفهم اوروبا، اللعيبه دي هدفها اوروبا. مهما كان المقابل المادي، هو اللاعب حلمه اوروبا، بيبص للنجوم اللي بتلعب في المنتخب هناك، بيشوف النجوم اللي بيلعبوا في المنتخب الاول بيروحوا اوروبا، حياتهم بتتغير ازاي في اوروبا، لكن انه يلعب في افريقيا تبقى حاجه صعبه جدا بالنسبه لهم. ما شرفتني ونورتني. شكرا كابتن سيف. شكرك واتشرف دايما بوجودك. شكرا كابتن. شكرا. خلصنا الفقره الثانيه مع ماهر جنينه نجم الكواليس الافريقيه، بشكره شكرا جزيلا، بتشرف بوجوده. وبعد الفاصل واحد من المدربين الفنيين الكبار في الدوري الممتاز كابتن حلمي طولان. بعد الفاصل.